هدى سعيد حاضرة أخصائية التغذية كما كل نهار أربعة، ونستناو في مكالمتكم على 71-345-011. هو في الحقيقة من بعد رمضان ما تقابلناش مع هدى بالكل، يمكن راكم فقدتوه، راكم تتسائلوا ويني هدى. هدى ما كانتش هوني، كانت في لندرا وجاتنا بجديد في مجال التغذية بالطبيعة والنصائح الغذائية، هذه فرصة باش نسألوها معناتها على عديد الجوانب، وأكيد الموضوع اليوم عنده علاقة بالجديد اللي تبعته من خلال حضرتي مؤتمر أنت. أي في مؤتمر على معناتها الرياضة والتغذية وعلى المناعة والتغذية، والحقيقة هو في المناعة تكلمت أنا سابق عليه، ونحب اليوم نذكر معناتها بما أنه توا وقت الجريب ووقت المشاكل، نحب نذكر شنو من الأكلات اللي ننصحوا بها في الفصل هذه. وفي الحصة الثانية باش نحكي على أهمية الرياضة والحركة الرياضية اليومية معناتها لكل أعمار، مع الماكلة بالطبيعة، شنو هي الماكلة اللي ننصحوا بها، وخاصة شنو هي الرياضة اللي لازمنا نقوموا بها يوميا باش نكونوا في صحة جيدة، وما نوقعوش في الأمراض اللي تخلي الإنسان معطل في حياته كلها، يعني من السكر، من الشحم، من وجيع الركيب، وجيع الظهر، وجيع الراس، التعب، هذه كله مربوط بحاجتين هي الحركة والتغذية. الناس كل تعرف لهذا مربوط ببعض، ولكن ما نطبقوش. نحب ديما نذكر باش يكون التطبيق سهل. باهي نبداو مالا حبيت نحكي على المناعة، على خاطر هما فما مئات نوع أكلات في العالم اللي هي تقوي المناعة، اخترت منهم 20 اللي خاصة موجودين عندنا بكثرة، العشرين الأولانيين، مش خذيت 20 هكاك، اللي هما اللي في الترتيب هما الأولانيين. هما الأولانيين واللي هما موجودين في تونس، ويعني حبيت نأكد عليهم بما أن هذا فصل حساسية القريب. 20 سعيد باش تسميهم الكل، أعطينا اللي معناتها 80% من العشرين هذوما من المواد النباتية، وعلى ذلك أنا ديما نحكي على الخضرة. وفي الرقم الأول هو فما الجنارية، البروكلو، الكرنب، واللوبيا هذوما اللي لازمنا نركزوا عليهم برشا. جنارية، البروكلو، الكرنب، واللوبيا الخضراء، معناتها يكونوا الثلاث الأربع أنواع متاع الخضر هذية فيهم المواد النباتية. أما هما مكثرهم طايبين ناكلوهم. مثالش أنت وطريقة الطبخ. كانش الكرنب نجمو ناكلوه. الكرنب يتاكل مرحي ني. الجنارية زادة نية تشي. واللوبيا الخضراء يلزمها تشيب، أما ما نحطوهاش في الماء باش ما تفقدش الأملاح المعدنية، نفوروا كل شيء بالتفوير. البروكلو طايب ولو يتاكل ني. يعني البروكلو المشموم الابيض مع الطماطم يعطيو سلطه بنينه برشا، من نجمو طيبوهم. هذوما فيهم المواد المضاده الاكسده، الفيتامين ا والفيتامين سي والفيتامين او، وفيهم ماده السيلينيوم اللي هي هذوما ضروريين باش يقويو في مناعه الجسم. نخليو الانتيبيوتيك، المواد الادويه للضربات الامراض القويه. بربي موش على كل حاجه ناخذ انتيبيوتيك، راهي فما ماكله تقوي في المناعه، خاصه المشاكل اليوميه هذيا. هذوما طيبين الا نايين، طيبين الا نايين، فيهم المنفعه وما تنقصش. نفوروهم خير، نفوروهم خير، على خاطر كي نطيبوهم في الماء ولوحوا الماء يفقدوا المنافع نتاعهم. فيهم فيتامين سي، فيهم الليكوبين، فيهم الفيتامين ا، فيهم الفيتامين هذوما الحاجات الضروريه. فما البروتينات زاد، المواد نحكي عليهم، الحوت والكروفيت زاد موجودين في الليست الاولى، غلال البحر والحوت اللي هما زاد فيهم مواد قويه، حوامض امينيه باهيه باش تقوي في المناعه. عندنا البوفريوا زاده، يعني بوفريوا تختارت ما بين الانواع الاخرى. بالحق اللوز فيه منافع والزوز، لكن البوفريوا جات في الترتيب الاول، والطماطم اللي عاده احنا ناكلوها نيه، لكن فايده نتاعها تكون اقوى كي تشيب في السالسة، على خطر الليكوبين هو المادة الوحيدة اللي وقت اللي تشي بيزيد يقوى التركيز نتاعو. دونك الطماطم الطماطم طايبة، انا ديما نطيبو الطماطم في كل شيء، يعني الصلصه نتاع المقرونه، وتزيد تضيف لها الثوم معناتها والبازيليك، تولي منفعه اكثر واكثر، على خاطر ديما فما حاجتين يزيدوا القوي في المناعه، هي الثوم في التاتيب، ونجموا نفوحوا زاده بالياغورت، يعني الياغورت الابيض تبان برشا الماكله، ونجموا مع الطماطم المعجونه اللي نستعملوها. وانت قلت لي حتى الطماطم المعجونه فيها يعني ماده الليكوبين ما تنقصش منها، معناتها نزيدوها
يعني زيدوا مثل الخضرة على خاطر احنا ديما نحبوا المادة المش المطبوخة باش ما تفقدش فيتامينات الا بالنسبة للطماطم اللي حتى كي تجيب ما تفقدش العكس معناتها يزيد يتركز فيها الليكوبين اكثر مع اضافة الثوم والبصل في الطبخ هذية والكليل يعني الا كان ناخذوا الاعشاب مع الثوم مع الفحات الكركم الثوم البصل التابل ايه والكمون الكرويه يعني الكمون زاد داخل في هذوما ونستعملوا المواد هذه النباتيه طايبه مفوره والا طايبه كما الصلصه نتاع فلفل محشي والا في المقرونه هذوما الكل بهين مع الخضر اللي حكينا عليهم وشويه منتوجات البحريه يعني كل حاجه نجم نعديهم معناتها هذوما في الصنف الاولاني زوز انواع غله نزيد نضيف مخضرك حكينا على الخضره قوارص فما القارص بتبيعه اللي هو الفيتامين سي اللي نضيفوه على الماكله الكل فما الدله والعوينه هما اللي يخذوا رتبه المرتبه الاولى في تقويه المناعه وللاسف تو الدلاع ما عادش وقته مسالش تو نزيد نعمل شويه في الليسه الا وجه شنو ما الا الغلال اللي يجي وتحت تشوف النعم تاع تو بربي على خاطر مشكله هذوما اللي يقويوا المناعه الدلاع رغم اللي هو كيبدا موجود يعني بارك الله وعن عليه وعن عليه فكرة خايبة نحكي نحب نذكر اللي راهو ماهوش السكر اللي قوي المناعة ماهيش الماكلة اللي قوية في المواد الدسمة اللي تقوي البدن بالطبيعة هذيك من غير ما نقول هذيك من غير وموجود يعني يعني بعد العوينة البرقدين القوارص موجودة بالطبيعة هذوما فيتامينات فيهم البيتا كاروتين اللي هو داخلين هو راهو احنا حكينا على كل شيء سابق المواد المضادة للأكسدة هي كلها تدخل في المواد النباتية بصفة عامة العنصر الثاني المشي زيت الزيتون وزيت الزيتون المشي والرياضة وكل المشي والرياضة نخصص لها الأسبوع القادم حاجة باهية برشا على خطر ما هوش حاجة كبيرة هي من 10 ل 20 دقيقة رياضة يوميا تنجح تمنعنا من عديد من الأمراض والمشاكل الصحية أكيد.